طيب خلينا نرجع لمرجوعنا كمان، وامر مهم جدا، وكابتن محمود الخطيب اثناء دخوله صاله الاسكواش وتفقده لهذه الصاله بعد الانتهاء من اعمال انشائها وتجهيزها بشكل كامل على افضل صوره ممكنه زي ما حضراتكم شايفين كده، حاجه ممتازه، حاجه جميله جدا جدا متعودين عليها داخل النادي الاهلي دائما وابدا، ان انت ما بتوصلش لمرحله واحده من التطوير وتقف عندها، لا انت بتكمل وبتشتغل وأيًا كان وصلت لإيه هتحاول تطور برضه، ما فيش حاجة بتبقى 100%، لكن أنت بتحاول توصل مش لل 100% بس، أنت بتحاول توصل لل 200% من الإنشاءات المميزة، من الصالات اللي تخدم أعضاء النادي، من كل حاجة، كل حاجة مهمة بالنسبة لأعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي، وبالتحديد هنا إحنا بنتكلم زي ما حضراتكم شايفين على مقر الأهلي في الشيخ زايد، المكان كويس جدًا. الشكل الهندسي انا بصراحه مش مهندس ولا حاجه، بس انا شايف الحاجه شكلها حلو، يعني زي اي واحد مش دارس هندسه او ملوش في هندسه انشائيه او معماريه او الكلام الصعب قوي ده، ما اعرفش الناس تدرس الحاجات دي ازاي، لكن في كل الاحوال لا الشكل حلو، الشكل يبسط يعني. كابتن محمود الخطيب مع اعضاء مجلس الاداره، المهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي، وراهم المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس اداره النادي، في حضور بعض الاعضاء وبعض اللاعبين زي ما حضراتكم شايفين بيصافحوا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، المهندس خالد مرتجي، بعض الشخصيات المهمه جدا اللي موجوده. بيعجبني دايما التكاتف والانسجام والتفاهم اللي موجود ما بين اعضاء مجلس الاداره وبعضهم، وده يعني بيساعد على ايه؟ بيساعد على ان دايما ان انت تقدر تحقق المطلوب. ممكن يكون في اختلافات في وجهات نظر، ان انا لا عايز اعمل الشكل ده، لا والنبي انا شايف ان احنا نعمل الشكل ده، كله بيحاول ايه؟ يحاول يعمل حاجه تكون افضل لصالح النادي الاهلي. في الاخر بتوصل لصيغه تفاهم وبتوصل لقرارات. القرارات بتطبق على ارض الواقع من خلال المشهد اللي احنا بنشوفه ده، من خلال الانشاءات المميزه جدا اللي احنا بنشوفها دي، ان انت يبقى عندك مجمع سكواش، ملاعب سكواش موجود في مدينه نصر، موجود في الشيخ زايد، من الوارد جدا ان هو يكون موجود كمان قريبا في الجزيره، هو موجود بالمناسبه في الجزيره، ما اعتقدش ان هو موجود في مدينه نصر يعني على ما اتذكر، في التجمع اكيد هيكون موجود لسه، ده قريب موضوع التجمع ده برده هنتفاجئ بيه في اطار المفاجات العديده اللي بيجهزها وبيحضرها دايما مجلس اداره النادي الاهلي يعني. ف يعني امور جيده، والتناغم بيدي النتائج دي، التفاهم ما بين اعضاء المجلس والحب اللي موجود ما بينهم، ان الكل موجود في اي ايفنت او اي حدث بيخص النادي، الكل حاضر والكل متواجد والكل بيفرح مع الاعضاء، الكل بيشارك الاعضاء الفرحه بمنشاه جديده، بلعبه موجوده، بخدمات جديده بتقدم لاعضاء النادي في مختلف الافرع، بكل حاجه. فهو ده النادي الاهلي بصراحه، والكلام ده صعب تلاقيه في مكان تاني زي النادي الاهلي. اكيد نتمنى كل الانديه تبقى على غرار الاهلي في كل الخطوات المميزه اللي بياخدها على صعيد التطوير الانشائي والتطوير الاجتماعي وكمان التطوير الرياضي، فدي امور جيده جدا في الحقيقه. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل لسه هنتواصل معاكم بكل التفاصيل اللي تخص النادي الاهلي وكل اخباره في كل الاصعده. طبعا افتتاح مجمع الصالات بفرع الاهلي بالشيخ زايد ما زال مستمر من خلال هذا المشهد المميز جدا والرائع، نتيجه مجهود كبير تم بذله من قبل مجلس الاداره ومن قبل العاملين داخل النادي الاهلي بكل تاكيد، ومن خلال الاداره الهندسيه طبعا امر مؤكد. اللي عاجبني كمان سرعة الانتهاء من هذه الأعمال، يعني تحط جدول زمني من خلال الجدول ده بتقدر تحاول كمان قبل الميعاد المطلوب إنك تنجز، وده لو شبهناه هنشبهه بمصر وبالشغل الكبير جدا اللي بيتعمل في مختلف الجوانب والمجالات
داخل جمهورية مصر العربية الحبيبة، سواء فيما يتعلق بطرق وإنشاءات مهمة جدا بتنجز في مدة زمنية قليلة قوي قوي، يعني في إطار التنمية يعني بشكل عام في الدولة المصرية، وده أمر احنا لامسينه بشكل كبير. النادي الأهلي مؤسسة كبيرة جدا ومهمة داخل الدولة المصرية، وأكيد بتمشي على نفس النهج بكل تأكيد. في هذه اللحظات احنا دلوقتي في صالة الجمباز، وبعض العروض من خلال طبعا يعني بنات النادي الأهلي الشابات أو الأطفال والأبناء كمان اللي موجودين بيقدموا عروض بخصوص الافتتاح، وافتتاح بالتحديد صالة الجمباز، وحاجة واضح إن هي معمولة على أعلى مستوى على غرار صالة الجمباز الموجودة دلوقتي في مقر الأهلي في الجزيرة. في الحقيقة كانت زمان مش بالمستوى المطلوب واللي يليق بالنادي الأهلي، لكن تم تطويرها في السنتين اللي فاتوا بشكل كبير جدا، وتم افتتاحها طبعا بشكل رسمي من أكتر من سنة على ما أتذكر. لكن برضو صالة الجمباز دي واضح ان هي معمولة على مستوى عالي قوي، خامات مميزة جدا اللي بيتمرن عليها واللي بيأدي عليها العروض طبعا لعبوا ولاعبات الجمباز داخل النادي الأهلي، فحاجة مفتخرة بصراحة كده، حاجة جميلة جدا، الواحد مبسوط وبيفرح دايما لما بيشوف حاجة إيجابية من ضمن الإيجابيات العديدة في الحقيقة داخل النادي الأهلي، ومن ضمن التطويرات الكتيرة جدا اللي بنشوفها دايما وبنعيشها وبنلمسها داخل القلعة الحمراء. يعني العرض ده طبعا أمام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، واللي ما بيتواناش ويعني ما بيضيعش وقت في الحقيقة في أي حاجة يقدر من خلالها يطور أي شيء داخل النادي الأهلي في مختلف فروعه. بنشوف كمان الكابتن حسام غالي موجود، بنشوف الأستاذ محمد الجرحي طبعا عضو مجلس الإدارة موجود، الأستاذ جمال الجبر مدير إدارة الإعلام موجود، يعني الإدارة التنفيذية بالتحديد طبعا مدير التنفيذي النادي الأهلي دكتور سعد شلبي أيضا موجود، واللي بيعمل بصراحة مجهود مميز جدا جدا داخل القلعة الحمراء من ساعة ما تولى هذه المسؤولية الصعبة بكل تأكيد. فبالتالي مشاهد رائعة بنعيشها لحظة بلحظة مع حضراتكم، وبنفرحكم بيها من داخل مقر النادي الأهلي بالشيخ زايد. وزي ما بقول لحضراتكم دايما التطوير ما بيقفش عند مرحلة معينة، المجلس نفسه متفاهم حاجة زي دي بشكل كويس جدا، وبيأمل دايما وبيسعى وبياخد خطواته في إطار المزيد والمزيد من التطويرات داخل مقرات الأهلي المختلفة. عروض مميزة بصراحة بنشوفها، لقطات حلوة يعني تبسط كل الأعضاء، ومش بس أعضاء النادي الأهلي، تبسط كمان جمهور النادي الأهلي. ممكن أكون أنا واحد من الجماهير اللي بتتابع، مش أنا قصدي بشكل شخصي، يعني بعض الجماهير الأهلوية اللي بتكون بتتابع ما عندهمش الحظ إن هم أعضاء جماعة عمومية في النادي الأهلي، لكن في نفس الوقت بيتبسطوا لما يشوفوا الكيان اللي بيشجعوه أو النادي اللي هم بينتموا ليه وبيحبوه وبيعشقوه يشوفوه بهذا المستوى المميز من حيث الإنشاءات ومن حيث مختلف الألعاب الموجودة داخل النادي الأهلي. بيتبسطوا لما يشوفوا التفاهم والتناغم اللي موجود ما بين كل العاملين داخل النادي الأهلي، وعلى رأسهم طبعا مجلس إدارة النادي، الشغل اللي بيتعمل، الجانب الإنشائي المميز، حاجات كلها بصراحة تفرح وحاجات كلها تدعو للفخر دايما عند أي أهلاوي، إن هو يبقى فخور دايما وأبدا يعني بناديه. العروض ما زالت مستمرة، ويعني الافتتاح ما زال مستمر بفقراته المختلفة والمتنوعة والمميزة بصراحة، ما شاء الله يعني حاجات أكروباتية مميزة يعني لو مصطلح صح، وده من داخل صالة الجمباز داخل النادي الأهلي بالشيخ زايد. يعني أطلنا من بنات وأبناء النادي الأهلي، واضح مدى تفوقهم الرياضي ومدى تطورهم الرياضي ومدى اهتمامهم بالرياضة بشكل عام واللعبة اللي بيحبوها، وبينالوا إعجاب طبعا كل الحاضرين بالتحديد مجلس الإدارة وكل يعني الحاضرين من أعضاء النادي بشكل عام، العاملين داخل القلعة الحمراء، المدربين طبعا اللي بيعملوا مجهود كبير جدا جدا عشان نشوف الأشكال والعروض المميزة دي، والكل بصراحة جوه الأهلي بمختلف مكانه أو مركزه أو منصبه، الكل بيجتهد، الكل بيشتغل عشان يوصل لهدف معين. الهدف معين اللي احنا نتكلم عليه هو ايه؟ هو مصلحة الأهلي في الأول وفي الآخر. لما يكون شاب أو شابة بيحبوا لعبة معينة عايزين يتفوقوا فيها عشان نفسهم وعشان
بيكون فخر كبير جدا ان هم يمثلوا نادي كبير بحجم النادي الاهلي، فحاجه رائعه جدا. كل التحيه والشكر لمجلس الاداره، وده واجبه في الحقيقه. مش بشوف ان هم يعني بيعملوا حاجه بيمنوا بيها على الاعضاء، لا في الحقيقه ده واجبهم وده شغلهم، وهم دايما بيقروا بكده وبيعترفوا بكده، وان شاء الله المزيد والمزيد من الجوانب المميزه جدا اللي قدموها لكل اعضاء النادي الاهلي في مختلف مقرات النادي الاهلي. خلينا نروح لفاصل سريع وبعديه نرجع نكمل، استنوني.